مكن افراد الفرقه الاقليميه للدرك الوطني باغلال التابع للكتيبه الاقليميه للدرك الوطني بانتموشن بالاستعانه بافراد من خليج الشرطه التقنيه من توقيف 3 اشخاص. هؤلاء الاشخاص تتراوح اعمارهم بين 27 الى 35 سنه، قاموا بحرق حوالي 4 هكتار من غابه القطيف. هذه الغابه التابعه لبلديه اغلال تسببت في اتلاف حوالي 70 شجره من الصنوبر الحلبي وحوالي 10 شجيرات البلوط، بالاضافه الى حشائش الدوم والاحراش الغابيه. العمليه مكنت من حجز الادوات المستعمله في الجريمه لاضرار النار من طرف المشتبه فيهم.